هل سينتقل موراتا إلى برشلونة حقا؟ أولا حتى نتفق، لا أحد يريد أن يدفع أورو واحد الآن في موراتا. برشلونة يريد موراتا إعارة مجانية لمدة سنة ثم يتم الشراء، وهنالك أخبار عن دخول اسم غريزمان في المحادثات بين الفريقين، وقد يكون هنالك تخفيضات من هنا ومن هناك بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. الطرف الثالث اليوفنتوس، ماديا وربما حتى كرويا هو المتضرر الأول. يوفنتوس دفع لحد الآن 15 مليون أورو من أجل استعارة اللاعب لمدة سنتين. موراتا لعب موسم ونصف لحد الآن، والفريق الإيطالي يطالب بتعويض مادي من أتلتيكو مدريد. كرويا لحد هذه اللحظة لا يوجد بديل، هنالك اهتمام كبير بالأرجنتيني إيكاردي لاعب إنتر السابق والمهاجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان. ولكن برغم كل هذه العواقب والعراقيل، اليوفنتوس يبدو أنه فهم جيدا أن إضافة موراتا غير موجودة، وتركه يرحل هو حل يرضي اللاعب كثيرا، خصوصا وأن تشافي هرنانديز وعده بأنه سيكون في الفريق لسنوات عديدة، والصفقة لن تكون إعارة فقط، بل سيتم شراء عقده من أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل. فهل سينتقل ألفارو موراتا في النهاية إلى برشلونة الإسباني؟ سؤال نبحث عن إجابته في هذا الميركاتو.